حياكم الله مشاهدينا الكرام. تعد مهنة قرض البراقع إحدى الحرف التقليدية الإماراتية، لما زال عدد قليل من أمهاتنا يمارسوها. واليوم راح نتعرف أكثر عن مهنة قرض البراقع مع الوالدة حليمة. حياك الله معانا. الله يحييكم إن شاء الله. الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم. خلو في البداية لو تخبرينا عن البرقع، شو البرقع؟ نبغي نعرف المشاهد شو البرقع. البرقع والله هذا ستر وذاك وذاك وزينوا فيه، في زينة البرقع، في زينة وفي ستر. من عمرها البنت 10 سنوات 11 سنة لبسوها، عرست ولا ما عرست، لبسوها البرقع عشان يسترى. ستر هذا استوت الدنيا هنا لهاك ستر. الحين بس ما يلبسوا فيهم، يلبسوا كلهم يلبسوا فيهم للحين فيهم. صار للحين في ناس تلبسوا فيهم، يلبسوا الحين ستر عمارهم الحمد لله. نقرب البراقع ونسوي زخاله. شو الأدوات الأساسية اللي قرض البراقع؟ والله الأساسية نحط اللزق، هذا اللزق نلزق البرقع. أول بار ما نلزقه، لكن الحين نلزقه. الحين وايد ذيك اليوم ما عندنا هنا عرق ولا شيء ولا هذا، لا الحمد لله. ولكن الحين لازم نلزقه، والسيف هاي نسيفه نحط فيه، خلصناه حطيناه في السيف. ومثل برع الذي يسول هذا، هاي الشبق ماله الذي الحرمة التباشم، تباشم بقى حمار، تبا أزرق، تبا على حسب اختيارات، على حسب تبا منها تسوي للعيد يزينه أكثر أكثر للعيد. إنزين كل يسوي زينة. إنزين خالو، إذا بنعرف المشاهد على خطوات قرض البراقع. البراقع نقربه، قرض البراقع أول هذه بقى. الخطوة الأولى لين هالشكل، بعدين وسع العين شوي شوي، يعني تم نقرب منها شوي شوي وسع العين نشوف وين توصل القرضة. هالشكل وصلت لين هنا، بعدين خلفناها درنا سوينا هالشكل العين وين توصل. حد منهم عندهم خشم طويل، حد عندهم على خشوم، على حسب كل واحد على ويهو يختلف، يعني يختلف فيه قرض البراقع، يختلف على ويه الإنسان. وين خشمك طويل سووا لها شوية زين، خشمه شوية هاك سووا، كل واحد ما على ويه واحد، ما على خشم واحد، ما كل بلا خلقة رب العالمين ما كله واحد فعلا. ما كله واحد، كل واحد يسوى على شاهد أويهو. هذا حرمة البرقع يا تهتت ليش قياس مالها، قربت لها عليها عليها قربت شو البرقع هاك وهذا صغير، قرضت لها صغير عود، قرضت لها عود، كل واحد بقرضته، كل واحد على ويهو. هنا على ويهو نسوي، هاتي برقع بنقول اليوم سوي لي برقع، هات ابوي قياسش عشان انا لا اسوي لي شيء غلط ولا شيء. صح هالشكل نسوي. وهذه خالو الخطوه الاولى، هاي الخطوه الاولى. فتحنا العين ده، فتحنا لي العين، الحين عاد ندور لي عاد نكفه، نشوف عاد هنا وسع هذا، ونسوي حطينا فيه عاد هاي وهذا. عشان نثبته يعني. ثبتنا، سوينا لي هالشكل هاي، خفينا منه شوية. مثل عندك سيف ركبت عليه، يوم صغير يركب كل شيء ويوم عود ما يركب. عشان يثبته. ايه ثبت الحين ثبته، شوفي تم واقف. لو ما حطيتي فيه السيف لا ما يتم هالشكل، ما بيوقف، ما يتم هالشكل، يتم هالشكل. هذه الخطوه الاخيره يعني. ايه شوفي كل شيء تشوفه
حطوه عشان يكون على مستوى واحد. ايه شوفت شو فايدتها خالو هذه الحركة؟ هذه الحركة مثل هذا مستوي وشبلة ومن متسوي لي هذا انكسر متواصي صار هذا يواصو. هي يواصو شوفت مثل مثل الكبار هكا، لكن يوم سويتي بهذا سامت واسع دي. نشكر الوالدة حليمة لأنها عرفتنا على أهم الأدوات المستخدمة في صناعة البرقع. إذن مشاهدين الكرام، يعد البرقع هوية واحتشام للمرأة الإماراتية. لبرنامج حديث المساء، عايشة الطنيجي من مدينة خورفكان. طبعا نشكر زميلتنا عايشة الطنيجي وكذلك الوالدة حليمة في هذه الفقرة التراثية المميزة وما يميز كذلك المرأة الإماراتية بلبس البراقع. وننتقل معكم الآن مشاهدين الكرام إلى موضوعنا التالي، وتطوير الذات هو طريق الإنسان الذي يسعى للطموح وكذلك التطور. فعندما عندما يطور الإنسان من نفسه وإمكانياته وقدراته في أي مجال من مجالات الحياة، فإنه بذلك يكون قد انتزع هذه المكانة لنفسه وتكون مكانة مميزة بين الناس، وفي طريقه كذلك للنجاح والتميز والانفراد. الحديث أكثر حول تطوير الذات، سعدنا أرحب معكم بالأستاذ محمد صالح سليمان، مدرب في مجال التطوير والتحفيز. حياك الله ويانا دكتور ونرحب فيك. حياكم الله، سعيد جدا أني أنا أكون معاكم، وما شاء الله تبارك الله لقاءات جميلة، وإن شاء الله نكون خفيفين اليوم على يعني ضيوفكم. نرحب فيك أكيد في قناة الشرقية من كلباء، وبالتحديد يعني في برنامج حديث المساء، وبالتأكيد اليوم إن شاء الله راح يكون حديث مميز وشيق حول تطوير الذات. بداية دكتور، ماذا نقصد بتطوير الذات؟ طبعا الفكرة ككل إنه كيف أنت اليوم كإنسان تغيير مراحل التغيير اللي تكون في حياتك. بعض الناس يريد أن يكون ثابتاً في مكان معين، لكن اليوم لما أنت تحب تغير في عقليتك، في إمكانياتك، في قدراتك، راح نشوف أنه السفينة تبدأ تتحرك. للأسف بعض الناس لا يريد أن يتغير، يعتقد أنه هذه هي إمكانياتي، هذه هي قدراتي، فيا جماعة خلوني كما أنا. وللأسف نسمع يعني للأسف رابط بعض الأمثلة اللي يقولون إياها القديمة، مدرجوا لك على قد لحافة. طيب يا جماعة، أنا ودي لحافة أكبر من لحافة. ليش اليوم إني أنا ما أحلم ما أتحسن؟ صحيح، جميل. ذكرت نقطة جدا مهمة دكتور، ألا وهي أن الشخص يحلم لتحقيق هذه الأحلام وتطوير ذاته، فماذا يمكن أن يمتلك الشخص لتحقيق هذه الأحلام في تطوير ذاته؟ سؤال جميل جدا. اليوم نتساءل ليش إحنا نحلم؟ هل نحلم عشان تخيلنا شيء معين في صغرنا وأردنا هذا الحلم أن يكبر ونكبر معاه لكي نحققه؟ طب ناس كثير تتساءل، طب إحنا نحلم وبعدين الأحلام تبدأ تتغير. صحيح إنه الأحلام تبدأ تتغير في مراحل معينة في حياتنا. مثلاً تلاقي الطفل الصغير ودي أكون طبيب، ودي أكون طيار، ودي أكون ضابط، البنت طبيبة معلمة، ولكن نتفاجأ إنه الأحلام تبدأ تتغير مع مرور العمر. فعلاً صحيح. وأحياناً تكون العاقل الأكبر إنه الأسرة تجبرك على تغيير حلمك، وهذا اللي دائما نخاف منه. جميل. ولكن هل الإمكانيات دكتور اليوم، مثل ما ذكرنا أن الطفل يحلم منذ صغره أن يكون في وظيفة معينة أو يكون في هواية معينة، لكن اليوم هل هذه الإمكانيات متوفرة للجميع لتحقيق هذه الأحلام والتطلعات؟ يا سلام. شيء قاعدة أساسية إنه كل إنسان موجود على الكرة الأرضية هو حالة فريدة من نوعه. ما في اثنين مثل بعض. للأسف أحياناً حتى في داخل بيوتنا إحنا نقارن بين أخ وأخ، بين أخت وأخت، وهذه هي يعني الطامة الكبرى لدينا اليوم. كيف أنا أقدر كأب أو أم، كيف أنا أقدر أساعد ابني أو بنتي على تحقيق أحلامهم طالما هي في إطار، في قيم وفي أخلاقيات؟ إيش المشكلة إني ما أساعدهم؟ المشكلة إنه كثير من الآباء والأمهات يريدون أن يحققوا أحلامهم في أبنائهم.
جميل. دكتور ذكرت نقطة مهمة أثناء حديثي معاك اليوم، يعني ربط الحلم بتطوير الذات. ربما بعض الأشخاص يقول يعني هو مجرد حلم راح يجي وراح يروح، لكن ما دوره في تطوير الذات؟ دور هذا الحلم في أنه يحقق؟ سلام، أنه كيف نربط الاثنين مع بعض؟ أحيانا يكون عندي حلم جميل ولكن يحتاج مني إلى خطوات معينة في حياتي أن أطور إمكانياتي، أطور قدراتي. هذا لن تأتي إلا بعملية تطوير الذات. اليوم أقول والله أنا حلمي مثلا أدرس البكالوريوس، اليوم عشان أدرس البكالوريوس أحتاج أني أتابع، أذاكر، أطور مهارات، كيف أفكر بطريقة مختلفة لكي أفهم المواد اللي أنا أدرسها. كذلك الأحلام اللي نتكلم فيها مثلا أنه يكون لاعب كرة قدم، اليوم ليس فقط الموهبة راح تساعدني، وهذه إشكالية كثير اليوم صحيح. لدى كثير من الناس إننا لا نفرق بين الشخص الموهوب والشخص اللي يمتلك المهارة ويتدرب عليها. صحيح. لأنه حتى تعريف الموهبة في اللغة العربية، من وهب هو من أعطاك الله سبحانه وتعالى. أنت مالك يد فيها، فقط تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى تدريب وتطوير. كذلك ربما اليوم يعني تطوير الذات دكتور يحتاج إلى بعض المفاتيح أو بعض القواعد اللي يمكن يمارسها الشخص لتحقيق هذه الهواية أو كذلك تحقيق ذاته. فما هي مفاتيح تحقيق الذات؟ اليوم أحد الأشياء أنه تكون، أنا أسميها في معادلة بسيطة، نسميها كلمة رفق. الراء هي رغبة، بداية أن تكون لديك الرغبة ومنها يتحرك إلى الشغف. الفاء فرصة، البعض يقول اعطوني الفرصة وأنا حبدأ أتحرك، والبعض يقاتل لكي يلاقي هذه الفرصة. القاف هي القدرة، القدرة البدنية، القدرة الذهنية، وفي أوقات تكون القدرة أيضا المالية. إذا توفرت هذه العوامل الثلاثة في أي فكرة أو في أي حلم بإذن الله تعالى يكلل لها النجاح، ولكن معها يجب أن أغير بعض المفاهيم، يجب أن أغير أسلوبي، طريقتي، عاداتي، سلوكياتي طبعا. لذلك جزئية التطوير جدا مهمة، وقلنا أنه في كل مرحلة حيكون تفكيري يتغير، بعض القيم أيضا أحسن فيها، من هنا نبدأ نغير. أحد الأشياء المهمة التي تساعد على تطوير وتحقيق النجاحات هو حاجتين، وأنا أقول دوما يعني نتمنى أنها تتحسن في عالمنا العربي، الالتزام والانضباطية. يعني أهم نقطتين مهمة في أي شيء تريد أن تحققه في حياتك، أن تلتزم وأن تنضبط. الموهبة ما شاء الله تبارك الله، أولادنا وبناتنا وشبابنا موهوبين صحيح. فقط نحتاج هذه الجزية أن نعزز فيها بشكل أكبر. جميل، هذا ربما يقودني إلى السؤال التالي دكتور، ما هو دور البيئة المحيطة في تحقيق هذا المجال أو تحقيق تطوير الذات بالنسبة للأطفال؟ إحنا اليوم ذكرنا أن يعني هذا التطوير أو هذا الحلم يكون عند الطفل منذ النشأ، فأكيد هناك يجب أن تكون بيئة خصبة موفرة لهذا الطفل بحيث أنه يراعي أيضا تطوير ذاته أو يحفز نفسه في تطوير ذاته. صحيح، دائما تكون هناك خمسة عناصر رئيسية. الأولى البيت، الوالدين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البداية البيت، الأب والأم كل يوم إيش يقولوا لأولادهم لبناتهم، هل في تشجيع، هل في كلمة حلوة، شفته والله يرسم، شفتها والله عندها موهبة، كيف أنا ممكن أساعدهم، كيف ممكن أنا أحسن لهم وأوفر لهم الأدوات اللازمة للنجاح. ثاني شيء المدرسة، المدرسة عنصر مهم، يعني كنا نستغرب أنه الجيل القديم كان كل شيء يكون في إطار المدرسة ثم ينتقل. اليوم ودنا نشوف المدرسة يكون لها الدور الأكبر أيضا في اكتشاف الموهبة. بعدها الأصدقاء، أحيانا الأصدقاء يساعدونا وأحيانا يكونوا عقبة في طريقنا، حتى الأبوين ممكن أوقات يكونوا مساعدين وممكن يكونوا عقبة. الرابعة اللي هو الإعلام، الإعلام له دور كبير جدا في إيصال الفكرة أو في توعية الشخص لهذه الموهبة اللي ممكن تساعده حتى على النجاح. آخر شيء وهو دائما العنصر الأهم، قد تكون العوامل الأربعة غير مساعد. صحيح. لو نلاحظ على مر التاريخ معظم من نجحوا في حياتهم وحققوا أهدافهم يمكن الأربع العوامل لم تكن جيدة لديهم. مع ذلك العنصر الخامس والأهم أنت،
أنت ماذا تقرر كل يوم لما تصحى الصباح؟ ماذا تريد أن تكون وماذا تريد أن تصنع؟ هل تكون فقط مجرد اسم؟ هل رقم في الهوية الوطنية؟ أنت من يختار. ممتاز. ذكرتها فعليا دكتور، أنت من تحقق أحلامك أو تحقق أهدافك، ولكن هي ربما تكون الثقة بالنفس، يعني بمصطلح آخر اليوم الثقة بالنفس هي ضرورية، ولكن كيف يمكن للشخص حسن استخدام ثقته بنفسه في تحقيق ذاته أو تحقيق تطلعاته؟ جميل. خليني أنا أسأل اليوم، من كان يتوقع في يوم من الأيام أن تصل الإمارات إلى المريخ؟ صحيح. حلم صحيح، لكن الثقة أول شيء بالله سبحانه وتعالى، نعم، ثم بالشخص الذي يقود هذا المجتمع والناس ويحرك الكل في قادة الإمارات، وواثقين في أبنائهم وبناتهم قدروا يوصلوا بهذا الحلم إلى المريخ. إذن بداية الثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم الثقة بقدراتك أنت كشخص والناس اللي يكونوا موجودة معهم، لكن الأهم أنت أحيانا نحتاج إلى شخص هو من يحرك الدفة ويقود الناس للنجاح، ولكن الأهم أنت يجب أن تكون لديك خاصية القيادة الذاتية لكي تحرك نفسك في كل مرحلة في حياتك. ممتاز دكتور. اليوم ما إذا تكلمنا عن وجود قواعد، ربما أنت ذكرت في أثناء حديثي معك أن هناك قواعد لتحويل الحلم إلى واقع، خبرنا عن هذه القواعد، كيف يمكن أن تحقق؟ أحيانا نحتاج إلى يسموها الشفرة أو الكود عشان تفك الشفرة هذه ويظهر حلمك. أحيانا نتخيل الحلم جميعنا كلوحة، ولكن اللوحة ما تكون واضحة بالنسبة لنا، قد تكون بالأبيض والأسود، نحتاج أن نضيء هذه اللوحة بالألوان، نحتاج أن نضع لها برواز جميل، لكن الحلم لوحده لا يصنع واقع، لذلك يجب أن نسعى وراء هذا الحلم بتطوير أفكارنا، بتطوير أنفسنا، أن نغير بعض المسارات. أحد أهم العناصر في تحقيق الأحلام أن تكون لديك المرونة في الإحباطات، في التغيرات اللي بتصير، أنه اليوم ما قدرت أحقق هذا، أوكي كيف ممكن أخذ هدف أصغر وأتحرك فيه إلين أشعر بالنجاح، ثم أبدأ أنتقل للهدف الأكبر اللي هو يكون حلمي. أوقات أخي الكريم في أحلام تكون غير واقعية، وفي أوقات أحلام غير واقعية نستطيع أن نحققها. نعم صحيح. فالطريقة أن نؤمن بقدراتنا وإمكانياتنا لكي نستطيع أن نحقق أحلامنا، لكن الأهم نستخدم إحنا أحيانا معادلة بسيطة جدا وتسمى بمعادلة، وأغلب جمهورنا يعرفها، معادلة سمارت، أن يكون الهدف محدد. صحيح. يجب أن تحدد أهدافك، ماذا تريد أن تقدم، ماذا تريد أن تصنع، هذه جزئية رئيسية، أن يكون محدد، أن يكون مقاس، أن يكون قابل للإنجاز أيضا، وأن يكون منطقي. للأسف أحيانا نضع أهداف غير منطقية. صحيح. على ضوء قدراتنا وإمكانياتنا اليوم، ولكن إذا بدينا نسعى، طب تقول يا أخي حلمي كبير، جميل، خلينا نكون واقعين اليوم، حقق هذا الحلم بقدر المستطاع فيه. جميل جدا. طبعا دكتور محمد صالح سليمان، مدرب في مجال التحفيز والتطوير، شاكرين لك هذه المداخلة، وبالتأكيد تحياتنا لك ولجميع الأخوة في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله دائما نراكم بخير. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم العافية، وكل الشكر على استضافتي، ودوما الإمارات والسعودية واحد. أكيد أكيد طبعا أكيد، كل شكر لك، يعطيك العافية. طبعا مشاهدين الكرام، من هذه المداخلة نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث المساء. نشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة يوم الثلاثاء. السلام عليكم.